السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مسافر اي بلد غريبة فمحتاج ان انت تتواصل مع الناس، يعني فرض مثلا انت سافرت المانيا، تركيا، فرنسا، فعايز تتكلم مع الناس، فالتطبيق ده سهل جدا في استخدامه. يعني انت مش محتاج ان انت تسمع منه وتخليه يكتب الكلام، لا ده هو مجرد الصوت بيبدأ هو يسمع صوت الراجل ويترجمه لك اللغة اللي انت عايزها، ويسمع صوتك ويترجمه للغة اللي انت عايزها، كأن معاك مترجم متخصص. لذلك في اكتر من مليون واحد محمل التطبيق دوت، بيترجم صوت رائع للغات كتيرة جدا من العالم، تقريبا كل لغات العالم. مجرد بس تدوس على الزرار يحولك بقى من عربي لتركي، من تركي لألماني، وهكذا. فالتطبيق ده ممتاز جدا جدا يعني. طيب نخش بقى على التطبيق الآخر، ده بيترجم من أي موقع أنت فاتحه، أي موقع أنت عايزه تدهوله يبدأ إن هو يديك الترجمة بتاعته، عامل زي جوجل ترانزيت. طيب اي ترانزليت ده مثل ان هو بيترجم من غير ما يكون عندك نت، يعني لو عندك مشكله في النت وعندك التطبيق دوت، فهو بيبقى عامل قاعده بيانات عندك على الموبايل، فيقدر ان هو يترجم لك بشكل قوي بدون نت ل 16 لغه، ويوصل ل 100 لغه لو انت عندك النت. عندنا برضو موقع تاني وورلد لينجو، في ميزة إن هو عنده مصطلحات علمية متخصصة، لكن مش كل حاجة فيه مجاني. ده موقع مشهور جدا، ياندكس ترانزليت، ده من أشهر مواقع الترجمة. وياندكس ده روسي، فيه كتير حاجات كتير جدا غير الترجمة. طيب عندنا ترانزليت فري ترانزليت، ده مثل ان هو ترجمة فورية سواء بالصوت او بالكتابة. وطبعا موقع بينج اللي هو الخاص بالترجمة اللي تابع لمايكروسوفت. بينج طبعا مايكروسوفت حاط فيه حاجات كتير جدا، منها موضوع الترجمة. سيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ويا ريت تكتبوا لنا لو في موقع منهم عجبك بشكل خاص.